أخي راح مع هديك؟ ليلى؟ يعني مين في غيرها معك؟ أكيد هي. تعرفي لمن راحت اليوم؟ كانت هون، قضت النهار عندي وراحت. يعني مو مع أخي؟ وآخرتها بقى صرعتنا بيوسف أنت وياها، ما بيكفي ما عم تجي؟ ما بتعرف تناغش على التليفون؟ بس يسافر أبي بيجي. إيه؟ لنشوف. طيب رح سكر، باي. دخيله. مرحبا، وينك لهلا؟ ليش ما قلت لك الصبح؟ كنت عند صاحبي عم ندور على شغل، درنا على كم محل عالفاضي، نصيبنا. ايه، وين قميص التاني الجديد؟ ما بعرف، دور. قديش رح تبقى؟ لشوف، حسب ما تتيسر الأمور. قصدك يعني إذا ما لقيت حدا يلهيك هنيك؟ بس مشاننا لا تستعجل، فينا لحالنا نظبط أمورنا على أحسن ما يكون. الله يتقبل يا تيتا. منا ومنك. شو تيتا، ما دعيتي لي؟ بكل صلاة عم بدعي لكم، وعم بدعي لك أنت وخليل. والله اشتقت له كتير، مو قدرانة أتحمل بعده. بسيطة، وهو شو بده يقول؟ أنت قاعدة مع أهلك هون، وهو قاعد لحاله بالسجن يا بنتي. ما عم روح ولا عم شوفه ولا في خبر عنه، رح جن. صحيح ما في أخبار، بس وعدك ما هيك؟ بتمر، بكرة بتمشي الأيام. يا ريت. صبري يا بنتي، صبري صبري يا عمري. مع السلامة يا روحي. زاهر لا تتعب حالك، وتغذى كتير منيح. ماشي بابا، ولا يهمك. وانتي يلا خاطركم. بابا طمنا عنا. طيب لا تقطع أخبارك يا ابني. حاضر أمي. مثل ما ودعتوا تلاقوا. الله يسر له أموره. تعال نفوت لجوا. ابني عندك شاي؟ في خالتي، تفضل ارتاحوا. تسلم. ميرنا مشي لأخذك مشوار. خير إن شاء الله. تغيير شكل مع أمي؟ مننا بيتعبوا، نحن بدنا نمشي كتير. دخيلك، ذاتا أنا مو قدراني أوقف على رجلي. إذا هن تعبانين خدوني إلي أنا. بلا ما يضلوا لحالهم. ماشي ماشي، انتوا روحوا. طلع جيب جزداني. الو الو، دق لي، ما معي وحدات. طيب شو بدك؟ بدي احكي معك. حكي شو؟ عن المي والهوا والكذب اللي كذبت علي. لازم شوفك يا زهر. انا ما كذبت على حدا وما رح اجي، عندي شغل. رح تجي يا فهيم إذا كان بقيان عندك شرف وعندك شوية كرامة. رح تجي، عم تفهم؟ عندي مشوار صغير وراجع. لوين؟ لعند رفيقي. يلا باي.
مين هالرفيق؟ احكي لنا. لا تتدخلي، عم تخجلي الولد. ما صدق راح ابوه لحتى يرتاح. شو بنى سهيلة؟